وللتعليق عن الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف مدير مكتب الأعلام بشركة البريغة لتسويق النفط السيد أحمد المسلاتي. أهلا ومرحبا بك. بداية، أين وصلت قافلة الشاحنات حتى هذه اللحظة؟ حضرتك طبعا شاحنات وصل الأمس في الليل متأخر نظرا لأحد السيارات في مدينة تبرق الشاطي، وبذلك تم توزيعهم صباحا على بلديات إدري والشاطي. تقريبا يعني تم استلام بسيط الشحنة في مدينة سبعة، وحاليا يتم تفريغها في محطة الوقود في مدينة سبعة. نعم سيد أحمد، الإعلان السابق كنتم قد أكدتوا فيه أن الشحنة وجهتها مدينة سبها، لماذا تغيرت خطتكم وإفراغ أغلب الشاحنات في برك الشاطئ فقط؟ حابب طبعا ذاك الفرق فيها بعض الأسباب، بعد وصولها متأخر غير اللي كان متوقع من وصولها بعد توقفهم في مدينة ريان، فكان في صعوبة أن هي تستمر يعني بمدينة سبعة. فتم التنسيق على أساس أن تزيد ثلاث مناطق في مدينة براك الشاطي، وبالفعل تم تزيد براك الشاطي وباقي الشاحنات اللي تقريبا علينا سيارتين أو ثلاثة تمر لسبعة. ونحن طبعا نعد الآن في جنوب، يعني في حال تم صواب بترميم طريق تستمر طيب إن ما تحدثنا عن يعني تأبين هذه الشاحنات، كيف يتم التنسيق الأمني على طول خط السير؟ والله حضرتك ترى هي تواصلنا اجتماعات عديده، واخر اجتماع كان مع استاذ معالي وزير الحكم المحلي اللي هو كان مشكور مع الجهات الامنيه مديريه امن فراكس مديريه امن المناطق اللي كانت تمر منه الشحنات. ذلك بالتنسيق مع السيد رئيس مكتب البيع للدول الخاصه. الحمد لله يعني صراحه كانت الشحنه طلعت من سيد اطراف كانت طلوع بوادي الايرا بامان وفي تسليم المديريه بمديريه، والامور كانت مرضيه يعني كلها بصراحه. مهم مقرينا بين حاصل معنا في مدينه سندوم في مو بمدينه خزيان تقريبا استقام الشحنة، لعلم تم الاتفاق عليها لمرحلة مشوارها بالجنوب الليبي. طبعا الكمية محدودة ما نتائج يعني كمية لديها هذه الكمية البكتيرية يعني كمية اكتظاظ يعني وليست كمية ل يعني حتى في الجنوب يعني ما نتائج ضمن 15 سيارة او حتى 20 سيارة او اكثر، فكانت حيكفوا تغطية المدينة الجنوب بالكامل. لما كان عندنا الطاقم اللي بيدرس في الغربات يعني عدد من المدن ذات أستاذ اليقوت. لكن احنا عن يعني نوع من الاوضاع يكون تامين طريق يعني تتحقق وتستمر عمليه التسديد بمدن الجنوب كامل ان شاء الله. طيب بعد ما يتم تفريغ هذه الشحنات، هل هناك خطط لارسال شحنات اضافيه الى منطقه الجنوب سيد احمد؟ نعم طبعا من احنا كشركه بريد احنا اللي يكون متوفر حاله، احنا نعمل بس يتم التنسيق يعني او يكون تم تامين هذه الشحن، وما فيش اي مشكله في الاتصال عن الجنوب، ولكن فقط ضعف تنسيق السيارات والشحنات من فوق مديريات امن اللي يمر منها او يمر منها كل الوقود شحنات الامن. نعم سيد احمد المسلاتي مدير مكتب الاعلام بشركه البريغة لتسويق النفط، كنت معنا عبر الهاتف.